بمزيد من التعليق إذن بشأن الخلافات التي تضرب الكتل السياسية والميليشيات، على الرغم من إعلان الكاظمي أسماء بعض وزراء حكومته، معنا عبر سكايب من باريس السياسي العراقي المستقل السيد أمير المفرجي. مرحبا بكم أستاذ أمير معنا. أهلا وسهلا، مساء الخير. حياك الله، مساء النور. إذا مجلس النواب أستاذ أمير مرر هذه الحكومة، حكومة الكاظمي، بعد خلافات تعاظمت واستمرت قبيل إعلان هذه الحكومة الناقصة في وزرائها، ولكن الأسماء التي مررت هي جزء وليس الحكومة يعني كلها. لما قدم الكاظمي جزءا ما دامت هذه الكتل قد توافقت على أغلب الأسماء المطروحة؟ من الطبيعي أن ما يحدث الآن في عملية المحاصصة السياسية هي حلقة أخرى من مسلسل العملية السياسية الفاشلة التي اعتمد عليها الأمريكان بمساعدة إيران، وذلك لجمع يعني أشخاص وشخصيات من إيران ومن المشروع الأمريكي الذي جاء في 2003. إذن هو هذا مسلسل، حلقة من مسلسل جديد لا يختلف عن السابق، سوى تختلف الوجوه. وما نراه في وجود مصطفى الكاظمي هو شيء يعني رأيناه سابقا، والصراعات على الكعكة العراقية هي نفس الصراعات، المشاكل في يعني الصراع على حقائب الثروات، حقيبة النفط والخارجية وحقائب أخرى تدر بالأموال يعني بمواقع مهمة في الدولة العراقية، هي صراعات يعني لم نشهدها اليوم فقط، وإنما شهدناها في عهد عادل عبد المهدي وقبله، في من كان قبل عادل عبد المهدي. إذن البقية، المشكلة هي باقية، ولكن هناك شيء يختلف، هو أن عملية المحاصصة السياسية في العراق تبدو أكثر أمريكية من السابق. بعدين كانت إيرانية بحتة، كانت أمريكا محتاجة إلى إيران في موضوع العراق. الآن أمريكا هي صاحبة الزمام، هي التي تبدأ يعني بدأت بالعمل في العراق الآن، وإيران تريد عن طريق الكاظمي الوصول إلى نتيجة للخروج من أزمة الملف النووي وأزمة إيران في المنطقة. هذه الحقيقة، ليس هناك أي اختلاف بين ما كان في السابق وحكومة مصطفى الكاظمي التي هي حكومة قرقوزية ليس أكثر من هذا. ولكن بات واضحا أن هذه التشكيلة الحكومية سامير التي قدمها الكاظمي هي نتاج محاصصة كما ذكرتم. هل تعتقد أن حكومة المحاصصة هذه يمكن أن تقدم شيئا بعد 17 عاما من هذه الحكومات؟ بالطبع لا، يعني الشعب العراقي الثائر، الشارع العراقي الذي ثار لأنه شاهد بوضوح بوجود نظام سياسي فاشل وفاسد في نفس الوقت، وهذه الحكومة هي التبعية لهذا النظام، وهو نظام محاصصي يعتمد على شخصيات وأحزاب تربط الجانب الأمريكي والجانب الإيراني، اللذان هم يقومان يعني بدفع هذه العملية السياسية. هذه هي الحقيقة. إذن العملية السياسية هي عملية سوف تكون في نفس يعني المسار وفي نفس المجال، وأن الشعب العراقي سيثور. أنا في اعتقادي الشخصي إن ما سيحدث في المستقبل هو الصدام الذي سيقع بين الشارع العراقي وبين السيد مصطفى الكاظمي، وأنا خائف على الوضع في العراق في أن مصطفى الكاظمي والمؤسسات التي سيستعملها لإخماد الشارع العراقي ستضعه في خانة عادل عبد المهدي، وهذه الخانة هي خانة لا ينساها التاريخ. ذكرت أن هناك توافقا أمريكيا إيرانيا على تشكيل هذه الحكومة الجديدة، ولكن يبدو كما ذكرتم أستاذ أمير أن التوافق الأمريكي يعني رجاء يعني كفته أرجح من النفوذ الإيراني الآن. على أي أساس بنيتم هذا التصور، خصوصا مع لقاء إرج مسجدي السفير الإيراني بالكاظمي والاتفاق على التفاهمات بين البلدين؟ في الحقيقة عند قراءة الوضع السياسي في العراق يجب يعني أن نقرأ طبيعة الرجل الجديد الذي جاء إلى السلطة في الوقت الحاضر. السيد مصطفى الكاظمي
تربطه علاقات استراتيجية غربية أمريكية أكثر مما تربطه علاقات طائفية تتبع المذهب الذي ينتمي إليه. الكاظمي جاء بسبب وجود وتدخل أمريكي واضح لدفع إيران إلى خارج الحدود العراقية. إيران في الوقت الحاضر هي دولة ضعيفة منتكسة داخليا، الأمراض، الأزمات الاقتصادية، الشارع الإيراني هو شارع ثائر. إيران قد يعني وصلت إلى مرحلة فشل فيها المشروع الإيراني. يعني يجب أن نرجع قليلا إلى ما كتبته موقع أو صحيفة المونيتور، وهو موقع سياسي، في أن إيران بدأت بإدخال أذرعها التي كانت موجودة في سوريا والعراق، وبدأت يعني ترجع إلى الوراء، وهذه دلالة على أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الأقوى حاليا في العراق وفي المنطقة بصورة عامة. إذا إيران هي التي تريد عن طريق السيد مصطفى الكاظمي، التي قبلت به يعني رغما على أنفها، لأنها تريد أن تكون يعني في كوسيط مع السيد الكاظمي للوصول إلى اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، لأن إيران في الخفي تتوسل في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن كيف أستاذ ولكن في أمير؟ نعم عفوا، كيف ذلك؟ يعني الكتل السياسية، القوى الرئيسة الآن، الأحزاب الرئيسة في العراق وفي مجلس النواب هي ذاتها، وكما تعلم يعني أغلب ولاء تلك الكتل خاضع لإيران. صحيح صحيح. ظاهريا نلاحظ ان يعني الاحزاب السياسيه التي كانت تتبع الى ايران هي نفسها التي نجدها داخل هذه يعني اللائحه السياسيه، ولكن في الواقع عندما يعني نفسر او نحلل الشخصيات التي تحكم في العراق، خصوصا الاحزاب الايرانيه، هي احزاب جاءت لمنفعه شخصيه، منفعلها. وهذه الأحزاب هي نفسها التي تطالب اليوم بالولايات المتحدة الأمريكية بمساعدة العراق. الكل اليوم سمع بما أعلنته الكثير من أحزاب إيران لطلب من الولايات المتحدة الأمريكية لمساعدة العراق، يعني لوضع سياسة تستطيع هذه الأحزاب من أن تبقى في الحكم. إذن هذه الأحزاب لها استراتيجية فئوية، تريد أن تبقى بوجود الولايات المتحدة الأمريكية أو بوجود إيران. المشكلة ليست من هو الذي سيكون خارج الحدود، ولكن المشكلة هو بقاء هذه الأحزاب والاستمرار في قتل الشعب العراقي، وخصوصا سرقة ثروات هذا الشعب المسكين. لذلك يبقى التعويل على الشارع المنتفض في تصحيح المسار. شكرا جزيلا لك سيد أمير المفرجي السياسي العراقي المستقل عبر سكايب من باريس.